فيلمنا بيتكلم عن الأسطورة اليابانية اللي بتتكرر كل 500 سنة، وفي بنت بتتولد لكن ما بتكونش شبه أي بنت لأنها بيكون عندها قدرة خاصة، وبتكون حاجة كده شبه القوة الروحية اللي كانت عند موحي في فيلم فول الصين العظيم. لكن القوة دي مختلفة شوية لأنها بتقدر تحول أكبر أفعى على الأرض لأعظم تنين العالم شافه، وفي أفعتين عمالقة على الأرض، واحدة خير وبتستخدم قوتها عشان تحمي الكون، والتانية شريرة وعاوزة تستخدم القوة عشان تدمر الكون. ومن حسن حظنا إن الوقت اللي الفيلم بيتصور فيه ان ال 500 سنة خلصوا والبنت المنتظرة اتولدت، وعشان كده اصلا احنا هنتفرج على الفيلم دلوقتي. وبيبدأ بمكان متدمر وفي شرطة بتحاول تعرف ايه سبب الدمار ده، وده ايسن وشغال صحفي وراح لمكان الحادث وشاف حاجة غريبة كده كان باين منها جزء صغير تحت الارض، فاستغرب وفضل يكلم نفسه لانه حاسس انه شاف الحاجة دي قبل كده، وبعد كده مسك السلسلة اللي في رقبته وقال الحاجة دي انا متأكد اني اعرفها. بس لحظة واحدة بقى يا جماعة، ناخد وقت مستقطع كده بسيط اكلمكم فيه عن قناة انمي في كلمة ونص، اللي لو دخلت بصيت عليها معايا اكيد باذن الله هتلاقي حاجات هتعجبك كتير. زي مثلا يعني كده عندك سلسلة افلام هوتل ترانسلفانيا كاملة، ومثلا يعني اقول لك خد التقيلة سلسلة افلام كونج فو باند اللي لسه الجزء الرابع بتاعها هينزل قريب، غير شوية حاجات كتير جدا هتعجبكم. ويعني المهم بقى بعد اللفة دي ما تنسوش تدعموها بالاشتراك، وتبقى جدع قوي يعني لو فعلت زر الجرس عشان يوصلك كل جديد منها، وتدوها شوية لايكات وبعد يعني خلاص كفاية عليها كده. ايه الطمع ده؟ تعالوا بقى نكمل بقى في المينا، يلا بقى ومعلش طولت عليكم. هنسيبه يفكر براحته بقى وهناخد جولة قبل 15 سنة، وإيسان كان لسه طفل وراح مع أبوه المتحف بيبيع حاجات عتيقة وقديمة جدا، وراح يتفرج على المكان وفجأة في صندوق غريب اتفتح قدامه، وكان في نفس القطعة دي اللي كانت ملفونة وطلع منه ضوء قوي جدا، وفجأة برضو الضوء ده دخل في إيسان، وصاحب المكان أول ما شاف كده قال له أخيرا لقيتك، وبدأ يحكي له إيه أساس وجود قصة الأفعى العملاقة اللي بتتحول لتنين، وقال له إن زمان الطاقة الروحية دي نزلت على الأرض وكان معاها مقاتل عشان يحميها، والمقاتل ده اسمه جاك، والطاقة دخلت في بنت اسمها نارين وما كانتش تقدر تستخدمها الا لما تتم لعشرين سنة، وعشان البشر يحموها عينوا ليها محارب قوي جدا اسمه هارام، وكان بيتدرب تحت ايد المقاتل اللي نزل مع القوة الروحية عشان لما الافعى الشريرة تحاول تسيطر عليها عشان تاخد قوتها هو يحميها. وبسبب وجوده جنب نارين طول الوقت وقع في حبها وهي كمان وقعت في حبه، وجاك قال لهارام انت دلوقتي مستعد تستلم مهمة حماية نارين، لكن تعال لاني عاوزك تقابل شخص معين. وخدوا عند البحر وفجأة في افعى عملاقة طلعت قدامهم، وجاك قال له هي دي بقى الافعى الصالحة اللي المفروض هتاخد القوة الروحية عشان يتحول لتنين عظيم وتدافع عن الكون ضد التعبان الشرير. وبعد كده اداله سلسلة شبه اللي ايسن لابسها وقال له دي المفروض انها هتحميك من اي خطر يقرب منك، وفي نفس الوقت جيش الشر العملاق هجم على المدينة اللي نارين فيها لانهم محتاجين القوة اللي معاها، وكانوا مسلحين بكائنات ضخمة وعليها مدافع غير الديناصورات، وكان جيش شكله مرعب وهجموا على المدينة ودمروها بكل بساطة واحتلوها، وبدأوا بقى يبحثوا في اي بنت على علامة التنين اللي بتكون في كتفها لانها تكون هي دي البنت المطلوبة. وفعلا بعد بحث طويل وصلوا لبيت حاكم المدينة وبنته كان عليها علامة التنين، فخدوها ومشوا، لكن هرام وجاك هجموا عليهم، وهرام عرف ياخد نارين ويهربوا، وجاك حاول يعطلهم بقدر المستطاع لحد ما خد اصابة في كتفه، فهل لقى الموضوع كده خطر وما بدهاش ما طير بقى، وفعلا طاروا محدش يقول لي عملها ازاي، لما تبقى صيني هتعرف. المهم انه راح لهرام بعد شوية طيران حلوين كده، لكن لقى رمي السلسلة وخد نارين وهربوا، لكن الافعى الشريرة طردتهم بنفسها وكانت مرعبة جدا، وهرام خد نارين ونطوا من مكان عالي في المية، ولان المكان كان عالي جدا ماتوا. وايسن كان عاوز يعرف باقي القصة، لكن جاك قال له انت عبيط، انت عبيط ياد، هل انت عبيط، بقول لك ماتوا، عاوز نهاية ايه تاني؟ ودلوقتي فات 500 سنة على الاحداث دي، والمفروض ان انت اللي هتحمل بنت المختارة الجديدة، وده السلسلة اللي كانت مع هرام، وقال له لعلمك انا جاك اللي كان معاهم من 500 سنة، وانت المفروض تكون هرام، والمفروض ان احنا متنا، لكن دي حياتنا التانية على الارض، ولازم نستغل حياتنا التانية دي بطريقة افضل، وهتقابل بنت اسمها سارة وهيكون على كتفها علامة التنين، ولما تتم العشرين سنة لازم تاخدها عند الافعى الطيبة عشان تديها القوة وتنقذنا من الافعى الشريرة. نرجع بقى لإيسان لما كبر وافتكر كل الكلام ده، فعرف ايه اللي هو شافه تحت الارض، فراح بسرعة يبحث في قاعدة البيانات عن سارة اللي هو عاوزها. وجاك كان طاير وتقريبا كده هو بيعمل يوجا الطيران، ومحدش برضو يسألني عاملها ازاي يعني، ما حدش، لما تبقى صيني هتعرف. وفجأة جاك حس بوجود قائد جيش الافعى الشريرة، والقائد ده اخترق باب حديد قدام واحدة فقالت ايه ده
اما اجرب كده، لكن الموضوع ما ظبطش معاها قوي. وسارة كانت ماشيه في الشارع وفجاه في ثلاثه طلعوا يغلسوا عليها، لكن ما لحقوش لان جاك كان بيراقبها وراح عمل معاهم الصح ومشي. وبالليل حارس حديقه الحيوان سمع صوت الافيال عماله بتستغيث باي حد، فراح عشان يشوفهم لكن اتصدم بقفع عملاقه قدامه وكانت حاطه فيل كامل في بقها كانه لعبه، فخاف وهرب وراح يبلغ الشرطه باللي شافه وقال لهم انا شفت تعبان عملاق جدا وكل فيل في ارمه واحده، فحولوه المستشفى المجانين بدون ما يفكروا. وسارة وهي نايمه حلمت بان عربتها اتحولت لجلد تعبان فخافت، وفجاه في واحد ظهر من وراها ومسكها، ولما صحيت كانت خايفه جدا وعلامه التنين اللي في كتفها طلعت ضوء قوي جدا، وبسبب الضوء دوت وجعتها وحست باصابه جامده في كتفها، فطلبت اسعاف وراحت للمستشفى، وصاحبتها راحت لبيتها بقى عشان تاخد لها شويه هدوم وحاجات لزوم المستشفى بقى والكلام اللي باذن الله ما حدش يجربه ده. المهم وهي صاحبتها في البيت اتصدمت بالافعى العملاقه في وشها، وكانت رايحه عند بيت ساره لانها عاوزه تاخد القوه منها، والبنت حاولت تهرب هي وصاحبها، لكن قائد الجيش ده ظهر قدامهم وقتل الواد ده اللي كان معاها، والبنت حاولت تهرب لكن يعني ما لحقتش لان الافعى زلطتها، ولما ما لقيتهاش هي دي ساره رميتها تاني. وايسن راح لمكان الحادث بما انه صحفي وعرف من الجيران ان ساره كانت في المستشفى مش في البيت وقت اللي حصل، فراح المستشفى عشان يحاول يحميها، ولما قابلها قال لها ما تخافيش انا مش جاي اكتب قصه عنك، انا هنا عشان احميكي. وفي نفس المستشفى الدكتوره بتشوف الراجل اللي شاف التعبان العملاق في الغابه وكانت بتحقق معاه عشان يعني ممكن يحولوه المستشفى المجانين، فقال لهم انا مش مجنون ومتاكد من اللي انا شفته، وفي نفس الوقت لقى نفس التعبان واقف بيبص لهم من الشباك اللي وراهم، فقال للدكتوره ظهر الحق بص وراكي وانت هتشوفيه. لكن لما بصت ما لقتش حاجه لان التعبان كان مشي، ويعني بالطريقه دي هم اتاكدوا ان هو كده بقى مجنون رسمي. والتعبان بدا يجي من المستشفى عشان عاوز ساره، لكن ايسن خدها وهربوا وركبوا العربيه مع بروس صاحب ايسن وهربوا، والتعبان حاول يروح وراهم بسرعه لكن عرفوا يهربوا منه وقابلوا قائد الجيش في وشهم، فشالوه بالعربيه وكملوا هروبهم. وجيش الشر بدا يتكون من مخططات يابانيه عتيقه وخرج منها جنود وكائنات عملاقه، والموضوع كده وسع والحكومه بدات تتدخل، وتعقبوا مكان التعبان ولما وصلوا عنده قال لهم نورتوني والله، وخرج عادي قدامهم، يعني هو ما عملهمش اي حاجه، بس هم خافوا بقى، خافوا جدا كمان ما اعرفش ليه بصراحه، يعني ما اذاهمش ما قالهمش حاجه، وراح وراهم. وفجاه جيش التعبان وصل والقائد قتل العساكر بضربه واحده. وساره راحت لدكتور مخ واعصاب عشان بدات تحس انها بتهلوث، واول ما حطها على جهاز دراسه المخ بدات تسترجع ذكريات الماضي اللي كانت نارين عايشاها من 500 سنه، لانها هي ونارين يعتبروا شخص واحد، وشافت كل حاجه وعرفت كل حاجه، وفجاه طارت في الهواء وطلعت هاله غريبه حواليها وكانت قوية، وفجأة كل حاجة رجعت لطبيعتها تاني، والتعبان عرف مكان سارة من الطاقة دي وراح لها، لكن هربت كالعادة، وإيسن خدها في عربية وهربوا، والتعبان حاول يروح وراهم لكن كانوا أسرع منه وهربوا، معرفش إزاي بس هو ده بقى اللي حصل، يعني معرفش بصراحة يعني ممكن يهربوا منه إزاي. المهم التعبان كان بيعرف طريقهم حتى لو سارة رجعت لبطن أمها تاني، وبيطاردهم في كل حتة وبيدمر أي حاجة بتقف في طريقه بشكل مرعب، فطلعوا بسرعة على برج عشان يهربوا منه بطيارة هليكوبتر، لكن ما سابهمش وبدأ يطلع على البرج هو كمان، وكان واخده في حضنه أوي. اول ما طلعوا بالطياره قفش فيها عشان ما يهربوش، والطياره كانت تتدمر، وعشان كده ايسن خد ساره ونطوا منها، وبعد كده وقعت واتدمرت، والتعبان واقف يبص لهم وهو خلاص بقى حاسس انه وصل لهدفه، وكان واخد البرج في حضنه في منظر يعني بصراحه كده كان مرعب جدا. لكن فجاه الطيارات الحربيه اتدخلت وبدات تضربه بكل قوتها، والتعبان حاول يقاوم معاهم لكن ما عرفش يقاوم كتير وفقد توازنه ووقع من على البرج بسبب قوه الضرب، لكن الدعم وصل للتعبان وكانوا تقريبا تنانين او ديناصورات بتطير، انا بصراحه مش عارف ايه دي، كانوا يعني تبع جيش الشر ودمروا الطيارات، وكمان عملوا هجوم ارضي بكائنات العملاقه اللي معاهم دي، غير طبعا الديناصورات الارضيه، وكانوا مجهزين بمدافع متطوره عن المدافع بتاعه العصر الحديث، والمعركه كانت قويه جدا في الشوارع ان كانت في الارض او في الجو، وقوات الجيش حاولت تقاوم بكل قوتها لكن العدو كان قوي جدا وعدده كبير، يعني متخيلين تكونوا بتحاربوا جيش بيستخدم الديناصورات حيوانات اليفه. ونهايه الحرب دي ان جيش الافعى الشرير عرف يوصل لايسن وساره ودمروا العربيه اللي هم فيها وخدوهم اسرى، وايسن لما فاق لقى نفسه مربوط في مكان غريب ومليان جنود عددهم ضخم، وشافهم واخدين سارة عشان يضحوا بها وياخدوا منها القوة وربطوها في مكان كده، والافعى الشريرة طلعت في منظر مرعب ووقفت قدامها، وده لانها عشان هتبقى مستعدة تشفط القوة اول ما تطلع منها. وايسن ما كانش عارف يعمل ايه او اي حاجة، وكان بيحاول يحرر نفسه باي طريقة لحد ما السلسلة اللي هو لابسها عملت طاقة قوية جدا، وفجأة السماء لونها بقى ابيض، والطاقة اللي طالعة من السلسلة بقت اقوى وعملت انفجار قوي جدا ودمر المكان كامل، والجيش كله مات بحيوان
حيواناته ومخلوقاته كل الجنود وكل حاجة إلا القائد والأفعى. والقائد كان هيقتل سارة لكن إيثان أنقذها ودخل معاه في معركة، لكن كان ضعيف جدا والقائد ده ضربه بسيفه، لكن السلسلة دفعت عن إيثان وطلعت طاقة قوية برضو حرقت القائد. وفي الوقت ده الأفعى فاقت تاني وإيثان فك سارة، وقبل ما يهربوا الأفعى كانت هتاكلهم، لكن أفعى الخير وصلت ودفعت عنها، يعني لحقتها على آخر لحظة، ودخلوا في معركة مع بعض وكانت قوية جدا، لكن الأفعى الشريرة هي اللي انتصرت لأن أفعى الخير كانت لسه ضعيفة لأنها بتستخدمش قوتها قوي. وفي الوقت ده سارة ضحت بنفسها وسمحت للطاقة تطلع من جسمها للسماء، وتكونت على شكل كورة طاقة كده وتحكمت فيها بإيدها لحد ما وصلتها للأفعى الخير فكلتها. وبعد كده سارة ماتت وأفعى الخير بدأت تتحول لحد ما تحولت لتنين قوي جدا وبيقدر يطير، وطلعت للسماء ونزلت بكل قوتها على الأفعى التانية وكلتها علقة محترمة. وبعد كده ضربتها طاقة من بقها شبه جودزيلا كده فقتلتها في وقتها. واللي ما شافش جودزيلا هتلاقوني عامل لكم الجزء الأول والتاني في الوصف للي يحب يشوفهم. المهم ان التنين نزل قدام إيثان وطلع الطاقة من بقه، وكان فيها رسالة لإيثان، وسارة قالت له اصبر يعني 500 سنة يا بيبي بس وهنكون مع بعض تاني، وده هيكون في حياتنا التانية ومش هيكون في أي قوة بتهددنا تاني. ورجعت بقى تاني للتنين اللي خدها في بقه وطار للسماء وودع إيثان وهو عينه كلها دموع لأنه خد روح سارة وطار. وكمان جاك لما حس إن مهمته كملت اختفى بقى ومات هو كمان، وتقريبا كده إيثان بقى وحيد يعني، ولو حد صعبان عليه إيثان ممكن يروح يقعد معاه. وطبعا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس واللايك الجميل.